مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص، خاص لاسباب كثيره، خاص لشخصيه الضيف في هذه الحلقه، خاص لان الموضوع الذي نناقشه هو مرتبط باحد اهم المشروعات العملاقه، وخاص لانه ليس مشروعا محليا ولا مساله بسيطه، لانه يكون بيت خبره للعرب جميعا في مجال النقل البحري. يسعدني اليوم ان استضيف الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بحضرتك، ومتشكر جدا تشرفكم لينا في هذا المكان المتميز، يعني وهذا يعني الموضوع الهام جدا، ألا وهو موضوع النقل البحري على المستوى الوطن العربي بالكامل. أشكرك دكتور. إحنا واقفين على عيد 4، وهي سفينة التدريب بتاعة الأكاديمية، وعايزين نعرف النقل البحري خصوصا ايه اهميته في اللحظه اللي احنا بنتكلم عليها وارتباطه بالمشروعات القوميه المصريه. طبعا يعني في البدايه يعني النقل البحري، انا اعتقد وبالتالي كلنا مدركين ان مصر موقعها الجغرافي بيجعلها دوله من الطراز الاول في مجال النقل البحري. شواطئ على البحر المتوسط، على البحر الأحمر، مواني عديدة، مركز متميز جدا، محور يعني رئيسي وهام، شريان للتجارة والملاحة البحرية، قناة السويس. يعني مفيش دولة ممكن تتمتع بما تتمتع به مصر في هذا المجال. واعتقد ان القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى كان اول مشروع تبناه هو ازدواج قناه السويس، لمدى اعتقد علمه وايمانه الراسخ باهميه النقل البحري، وان هو فعلا النقل البحري ممكن يكون القاطره الرئيسيه في التطور وفي النمو في جمهوريه مصر العربيه. الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري صرح عربي، مركز تميز في مجال النقل البحري، احتضنتها مصر منذ 1972، قدمت لها مصر كل ما يمكن أن يعني يقدم. الأكاديمية العربية هي فعلا بيت خبرة عربي. النهاردة احنا موجودين على سفينة التدريب البحري عايدة 4، اللي هي فعلا بتستخدم لأغراض رئيسية. السفينة الحمد لله بفخر واعتزاز بترفع علم جمهورية مصر العربية. السفينة يعني مملوكة لهيئة السلامة البحرية المصرية. نحن ندير السفينة عايدة 4 بأغراض التدريب وتموين الفنارات في المناطق المنعزلة في قناة في البحر الأحمر. السفينة عايدة 4 ممكن يكون على متنها 162 طالب بحري في مجال الملاحة البحرية والهندسة البحرية في مرحلة التدريب. السفينة عايدة 4 الطلب تقضي عليها 6 أشهر كاملة للتدريب البحري. تؤهلهم ليه يا دكتور؟ بتؤهلهم ان هو يكون قبطان ربان بحري، يقود قادر على قيادة مثل هذه السفن المتطورة. بتؤهلهم في مجال الصيانة وفي مجال تكنولوجيا الهندسة البحرية. عارفين السفينة يعني مدينة عائمة وبتظل في البحر لفترات زمنية طويلة جدا. طالب لازم المهندس البحري أو الضابط البحري له مواصفات معينة، لازم يكون شخصية فعلا بيتم إعدادها بطريقة علمية دقيقة جدا في المنظمة البحرية الدولية اللي مقرها في لندن، هي مسؤولة على مستوى العالم أجمع بوضع المعايير من ضمن ما تقوم به التعليم والتدريب البحري، بحيث نضمن فعلا ملاحة بحرية آمنة. صناعة النقل البحري أو دي صناعة دولية، لأن فعلا هتلاقي معظم خريج الأكاديمية في هذا المجال ما بيعملوش على السفن المصرية فقط، لا ده بيعملوا على كافة الأساطيل اللي بترفع كافة أعلام الدول بشكل عام. فعشان منهم اللي يوصل لمناصب كبيرة في الشركة. بالتأكيد، لا ده بالتأكيد، يعني احنا عندنا يعني لو شفنا خريج الأكاديمية في هذا المجال، لو رحنا المملكة العربية السعودية هنلاقي رؤساء المواني البحرية في المملكة العربية السعودية
بفضل الله سبحانه وتعالى من خريجي هذه الأكاديمية، ميناء جدة الإسلامي، ميناء الدمام، معظم المواني. في لو رحنا الإمارات، لو رحنا كبريات الشركات العالمية، لو شفنا يونايتد أرب، لو شفنا شركة بحري، كل الشركات العربية العملاقة معظمها الكوادر اللي فيها ريد سي البحر الأحمر، معظمهم من خريجي هذه الأكاديمية وبيشغلوا أكبر مناصب موجودة في هذه الشركات، ومش بس في الدول العربية، لا وفي أوروبا وفي العديد من دول العالم. ودي كانت إرادة عربية واضحة من سنة 1972. يعني الفكرة في حد ذاتها جت إزاي؟ وبعدين نتطور نتكلم عن الدفعة اللي بتتخرج النهاردة. الفكرة طبعا في الأول الأكاديمية يعني في مجال النقل البحري في أكتر من مجال. إحنا النهاردة يعني كان طموح العربي واضح في هذا المجال، وأنا أعتقد يعني الأكاديمية زي ما دايما الأمين العام لجامعة الدول العربية بيؤكد أنها نموذج واضح ناجح للعمل العربي المشترك وللإرادة العربية. فعلا الأكاديمية بتقوم برسالة وبدور مهم جدا، يعني إن شاء الله هوضحه لحضرتك. الأكاديمية أول حاجة في مجال النقل البحري هي ليست كلية لتخريج ضباط بحريين أو مهندس بحري فقط، لا، الأكاديمية في مجال النقل البحري هي مركز تميز. هنبص لها، عندنا كلية مدة سنتين الطالب بيقضي فيها الدراسة، أرقى المحاكيات إذا ما حضرتك إن شاء الله هتفضل وتشوفها، بالإضافة للمحاكيات موجودة في مجمع متكامل للمحاكيات. هذا المجمع المتكامل للمحاكيات فيه أكتر من 12 محاكي. طبيعي إن ما نقدرش إحنا بس بنشرح للناس إن المحاكي هو عامل زي حالة السفينة بالضبط وبيديه نفس الإحساس، ولكن بيكون جوه الكلية لحد ما يبقى الطالب جاهز علشان يطلع على سفينة حقيقية ويمارس عليها. بالضبط كده. الميزة في هذا المجمع إن عندك 12 محاكي، كل واحد ممكن الطالب فيهم يشتغل لوحده أو ممكن يشتغلوا كلهم في سيناريو متكامل. يعني هو في محاكي للممشى الرئيسي زي اللي احنا واقفين جنبه في العيد 4، لكن في محاكي للتعامل مع الخرائط، في محاكي لإدارة الأزمات، كل دول ممكن يشتغلوا كلهم في سيناريو متكامل مع بعض في نفس الوقت رغم اختلاف وجودهم في أدوار مختلفة وفي معامل مختلفة. عندنا المركب التدريب عايدة 4، بعد الطالب ما بيخلص سنتين في الكلية بيرجع يطلع 6 شهور على مركب عايدة، 6 شهور على أي سفينة بتبقى المواصفات القياسية الدولية اللي بتحددها منظمة بحرية الدولية، ثم يعود للأكاديمية مرة أخرى لمدة عام للحصول على البكالوريوس الملاحة البحرية أو تكنولوجيا الهندسة البحرية. عندنا القبة السماوية، لأن برضو إحنا مهما كان التقدم الأجهزة الملاحية لابد للضابط البحري وهو على ظهر المركب لازم يقدر يبص على النجوم ويحدد موقعه، لازم يعرف يعني يعرف هو رايح فين، لأن الدنيا ساعات بتوصل لمراحل من الخطورة ممكن الأجهزة الملاحية قد لا تعمل أي سبب من الأسباب، فمازال الخرائط الورقية موجودة، مازالت الاستعانة بالنجوم. فاحنا عندنا قبة سماوية متطورة جدا تم إنشائها وافتتاحها من حوالي 5 سنوات فقط لا غير، بتعلم الطالب فعلا علم الفلك بشكل متميز جدا. في جهاز امتحانات، في جهاز تحت رقابة هيئة السماء البحرية المصرية، في معهد للدراسات التأهيلية، لأن صناعة النقل البحري بالنسبة للعنصر البشري صناعة مستمرة ومتطورة. لازم الضابط بعد بيقعد 5 سنين يرجع تاني يقعد ياخد بعض الكورسات لرفع المستوى، ثم يجلس مرة أخرى لأداء الامتحانات لتجديد الجواز البحري ليه. فهي صناعة يعني فعلا مستورة بشكل. الضابط ده لازم يكون مصري فياخدها عندك، ولا أي ضابط جاي من برة في حالة أنه موجود في ميناء اسكندرية أو في ميناء كذا ينزل ياخد كورس تبع الأكاديمية البحرية؟ بالضبط يا فندم، يعني هنا الأكاديمية فعلا بتأهل أبناء مصر، لكن في نفس الوقت ممكن أي ضابط من أي جنسية موجود هنا في ميناء اسكندرية أو في أي ميناء مصري ممكن يجي فعلا للأكاديمية لكورس يوم يومين على حسب مدة الكورس أسبوع. والكورسات دي احنا يعني على أرقى مستوى ومعايير دولية، فعشان كده هي صالحة لأي قبطان من أي جنسية في بيحمل أي جواز بحري عليه علم أي دولة. اللي برضو اللي عايز أقوله إن الأكاديمية يعني ما نشوف شركة زي شركة ميرسك، لما نبص على السفن اللي موجودة في البحر هتلاقي كتير جدا عليها اسم ميرسك، هنلاقي الأكاديمية مركز تدريب بحري معتمد بالتعاون مع شركة ميرسك. لو شفنا شركات تانية كتير هنبص لها المحاكيات عندنا
اللي موجودة عندنا في الأكاديمية. لو شفنا مثلا محاكي، أحدث محاكي عندنا اللي هو في التوقيع الديناميكي أو في هندسة المنصات البحرية، اللي احنا بنفتخر الأكاديمية كانت سباقة وجابته عشان تدريب العاملين اللي ممكن يكون ليهم دور في الاكتشافات الغاز اللي موجودة في الشرق المتوسط، موجودة في الأكاديمية. النسخة دي النسخة اللي احنا جبناها كانت الثامنة على مستوى العالم والأولى في الشرق الأوسط. فالأكاديمية فعلا بتسعى باستمرار لامتلاك أحدث التكنولوجيات وأحدث التقنيات، وأبوابها مفتوحة أمام كل العرب وبتمويل عربي، مش كده؟ بالتأكيد. أنا برضو حتة التمويل هي مفتوحة لكل أبناء العرب. النهاردة حضرتك لو شفت بالصدفة العدد الطلبة اللي موجودين عندنا بيتخرجوا النهاردة بعد انتهاء فترة التدريب بتاعهم هو عدد بسيط، لان احنا برضو يعني مش مهم العدد، احنا المهم جودة المنتج بتاعنا. لو حوالي 30 طالب بيتخرجوا النهاردة هنلاقي مصر، طبعا جولة مصر العربية، هنلاقي اليمن، هنلاقي لبنان. انما ممكن في الفترة السابقة كان في الفترة التدريبية السابقة كان في كان من نيجيريا وكان في من السعودية، وعلى فكرة كان في الفترة التدريبية السابقة قبطانة من المملكة العربية السعودية. قبطانة من المملكة العربية السعودية. وهكذا يعني بالعكس. يعني الدراسة دي مش قاصرة على الذكور أبدا. وهنلاقي هنا في أول قبطانة مصرية، ستات مصر في التمكين، يلا. أول قبطانة مصرية في موجودة مروة السلحدار تعمل على ظهر هذه السفينة عايدة 4، بتشرف وتدرب الشباب والبنات والشابات في الملاحة البحرية على ظهر السفينة عايدة 4. لا هي طبعا احنا بنؤكد على ان فعلا، وانا كنت فخور جدا وسعيد جدا ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم مروة السلحدار كأول قبطانة مصرية. وبالصدفة يعني كان معاه في نفس التكريم في نفس اليوم المدرس المساعد آية مدني في كلية النقل الدولي للسياب، برضو أول مصرية في اللجنة الأولمبية الدولية وبطلة الخماسي من شباب الأكاديمية العربية برضو. اللوجستيات يعني اللوجستيات عشان نشرح للناس المصطلح، هي ايه اللي المطلوب علشان نأدي المهمة؟ فبتجهزها، بتشوف الطرق، بتشوف الوسائل والاحتياجات الكاملة، كل ما هو حتى ده يشمل أكل وشرب وغيره، كل دي من اللوجستيات، دي اللي بتتسمى لوجستيات، مش لاقي لها حاجة في العربي نسميها بيها. فبس ده بقى أصبح تخصص دلوقتي، وأنا عايز أربط ده كله بفكرة المشروع القومي، مش بس بعد ازدواج قناة السويس أصبح في عندنا تطوير المنطقة الاقتصادية للمحور، يعني المنطقة اللي ما بين القناتين اللي تم يعني تحديدها لكي تبدأ تكون يعني محطة مهمة جدا عند أهم مجرى ملاحي يعني في العالم تقريبا. لا هي أكيد هي أهم مجرى ملاحي يعني، وبعد الازدواج يعني رجعت تاني حيوية قناة السويس، ورجعتها فعلا. كان في عندنا منافسة قوية، منافسة وما زالت منافسة قائمة، لكن برضو لما كان السفينة تنتظر 13 ساعة على الأقل لعبور قناة السويس كان ده تحدي كبير جدا، وكانت مشكلة كبيرة جدا لقناة السويس. فالنهاردة الحمد لله بالازدواج بقت القناة فعلا جاذبة لخطوط الملاحة العالمية، انها فعلا تعبر من خلال البحر المتوسط خلال قناة السويس الى البحر الاحمر وصولا لشرق اسيا وغربا لاوروبا. اللوجستيات انا يعني ده حضرتك مش بس اعلامي قدير، لكن واضح ده حضرتك يعني عضو هيئة تدريس. احنا بنحاول نبسط المصطلح للناس والله يا دكتور. فعلا واصل كده تمام. اللوجستيات فعلا في كل مناحي الحياة، في كل حياتنا، فهي علم فعلا متخصص جدا، علم مفيد جدا، بيدرس فيه زي ما حضرتك قلت سلسلة الامداد ومراحلها بالكامل، المادة الخام من مكان انتاجها لتصنيعها لتصديرها لوصولها للمستهلك. فعشان كده هنلاقي وزارة التموين حتى نفسها في بعض الدول بتسمى التموين واللوجستيات، النقل بيرتبط باللوجستيات. اللوجستيات داخلة كلنا في حياتنا نكون عندنا فعلا علم اللوجستيات. كل الأكاديمية كانت حريصة على هذا، ودايما الأكاديمية الحمد لله لها رؤية وسباقة. عشان كده كانت كلية النقل الدولي واللوجستيات زي ما الأكاديمية بتنفرد بكلية النقل، تنفرد بكلية النقل الدولي واللوجستيات. هذه الكلية فعلا مش موجود غيرها في الشرق الأوسط، مش في مصر بس يعني، والحمد لله ليها شراكات وتعاونات وتعاون مع جامعات
عالمية ودولية. فالخريجي هذه الكلية هم فعلا اللي ليهم فرص العمل النهاردة وفرص التطوير مش عمل بس. طب اربطها لي بمحور قناة السويس وشرق التفريع على سبيل المثال. تمام. مواني جافة بعيد عن المجرى الملح. بالظبط. طب يعني اللوجستيات هنا تلعب ايه؟ اللوجستيات زي ما حضرتك اتفضلت وقلت احنا النهارده اللوجستيات هي عمليه تنظيم، هي عمليه تنظيم، هي عمليه شحن، هي عمليه تفريغ، هي عمليه ان احنا نجيب اقل زمن ممكن تصل فيه البضاعه من مكان انتاجها الى وصولا الى الايه؟ الى المستهلك. فاحنا كلنا النهارده يعني المشروعات اللي بتقام في منطقه الصديقه السويس كلها يعني بتقوم على ان احنا فعلا مش مجرد تبقى السفن عبورا فقط بقناه السويس، لا لازم يكون في خدمات قيمه مضافه بحيث البضائع اللي موجوده نفسها على ظهر السفن والسفن نفسها اللي بتمر لازم يكون ليها نوع من الخدمات بحيث تبقى فعلا اكثر قدره على جذب خطوط الملاحه العالميه. فالنهارده صيانه تموين تغليف تصنيع اضافه منتج، كل الكلام ده لازم يكون في المشروعات القوميه اللي ان شاء الله بتستهدفها السلطه الاقتصاديه لقناه السويس باذن الله في المرحله القادمه باذن الله تعالى. طيب لما بنشوف ده وبنقول طيب اللي حاصل مثلا انه احنا هل بتقدر تقول مثلا انه منطقه جبل علي فيها كم من الخبرات اللي هي ولدت من رحم الأكاديمية باعتبار ان دي كانت اول منطقة تتعامل بهذا الشكل في المنطقة؟ هل استفادت من الخبرات اللي بدأ التدريس فيها من سنة 1972؟ بالتأكيد بالتأكيد. يعني لو شفنا جبل علي، لو شفنا ميناء أبو ظبي اللي هو يعتبر يعني قد يكون ناس تقول ده اول ميناء ذكي في المنطقة العربية كلها، ميناء ذكي بشكل متكامل. وبرضه يعني احنا بنتكلم على ميناء ذكي، الأكاديمية من كام سنة عندنا مؤتمر دولي كل سنة في النقل البحري واللوجستيات اسمه مارلوج، من ماري تايم نقل بحري لوجيستكس. من 5 سنين اتكلمنا على المشروعات القومية العملاقة في مجال اللوجستيات والنقل البحري، والحمد لله ان بعد كده قناة السويس تم ازدواجها. الحمد لله بعد كده بيقام النهارده مشروعات قومية عملاقة على قناة السويس. فالأكاديمية سباقة. احنا رحنا قدمنا مؤتمر برضو، مؤتمر مش مؤتمر نظري لعلوم نظرية، لا احنا انا عايز اسألك عن الدراسات دي. انا هقول لحضرتك الدولة بتستفيد ده انا اقول لحضرتك احنا رحنا عملنا مؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية في هندسة المنصات البحرية عشان استخراج الغاز والبترول. يعني فالأكاديمية فعلا لما بنيجي نعمل حاجة زي كده بنجيب الخبرات من كل مواني العالم، من ألمانيا، من الدنمارك، من فرنسا، من إنجلترا، من أمريكا الجنوبية، من شرق آسيا، بحيث يبقى فعلا بنحاول نخلي المؤتمرات بتاعتنا نطلع بتوصيات تفيد فعلا في الصناعة وتفيد في التطبيق. عشان كده بقى سعيد جدا بحرص سيد معالي الوزير النقل على الحضور، على رئيس هيئة قناة السويس للحضور، الرئيس يعني رئيس السلطة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس. فده فعلا احنا بنكون فعلا ازاي العلم في التطبيق وليس العلم النظري البحث. معنا بتقدم دراسات محسوبة لمصلحة بعض المشروعات، بتطلب منكم ولا حضراتكم بتتبرعوا بيها؟ احنا في طبعا نتيجه لا في حاجات بتطلب بالتاكيد، لان في الدول عندها رؤى فلازم بتطلب من الاكاديميه، بتكلف الاكاديميه بعض الدراسات، لكن احنا برضو بحكم الخبرات اللي تكونت على مدار السنوات دي كلها لابد ان نكون اصحاب مبادره. وبرضو حتى في القمه القاده العرب امريكا الجنوبيه في الرياض كانت الأكاديمية صاحبة مبادرة بإنشاء شركتين، واحدة للربط البحري ما بين مواني أمريكا الجنوبية والمواني العربية لتسهيل وده في إطار القمة العربية اللاتينية اللي بتتعمل كل كم سنة. بالظبط كده. وشركة أخرى في مجال اللوجستيات المبردة. القمم العربية نفسها برضو أصحاب دراسات في المناطق الجمركية الحرة، في المناطق التجارة الحرة، كل الكلام ده التشريعات، كل الكلام ده بتلاقي الأكاديمية موجودة وبقوة في هذه الدراسات. إذن نقدر نقول إن الأكاديمية مركز خبرة تقيل للعالم العربي في مجال النقل البحري والنقل الدولي واللوجستيات دلوقتي. بالتأكيد ده يعني بثقة وبحق واعتماد دولي.
يعني لما نلاقي مثلا هيئه الاعتماد الدولي للتعليم والتدريب البحري زيفا في هانوفر في المانيا بتيجي تعتمد الاكاديميه وتقر ذلك، ما اعتمدتش غير الاكاديميه في المنطقه كلها والجامعه البحريه الدوليه اللي هي في مالمو في السويد، عشان برضو احنا المستوى فين اللي احنا واصلين. احنا بشهاده سكرتير عام منظمه البحريه الدوليه لما جه شرفنا في يناير 2013 وزار فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفعلا على فكره برضو الاكاديميه كبيت خبره عربي قدرت مع مصر ومع الدول مع المملكه العربيه السعوديه ومع الامارات، كان فعلا في مخطط كبير ان هم في مناطق في الملاحه بتسمى الهاي ريسك اريا او مناطق عاليه الخطوره، بيبقى في يعني شروط كبيره جدا على السفن اللي في بمر في هذه المناطق، وبتسمح بتدخلات معينه بسلاح على السفن للتامين وكده. كان في هناك محاوله لادخال البحر الاحمر وقناه السويس في هذه المنطقه. الحمد لله الاكاديميه كبيت الخبره العربي من خلال جامعه الدول العربيه ومع الدول العربيه هيئه السلامه البحريه المصريه وقطاع النقل البحري وزير النقل المصري، قدمنا دراسه مشتركه للمنظمه البحريه الدوليه في لندن، وقدرنا ناخد تصويت بغالبيه كبيره جدا على ان فعلا قناه السويس امنه، وكان ده برضو على فكره ثقه من المنظمه البحريه الدوليه، وده جه بعد زيارته للسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد ايه اكد له قناه السويس امنه وقد ايه طموح مصر وقد ايه مصر هتقدم كهديه للنقل البحري على مستوى العالم قناه السويس الجديده. فالاكاديميه بيت خبره عربي بيعمل لصالح كل الدول العربيه. رئيسه الجامعه البحريه الدوليه كانت عندنا هنا في مارس الماضي قالت ان فعلا لم تكن لتتخيل أن هناك جامعة بحرية على مستوى العالم وصلت إلى ما وصلت إليه الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري في مجال تكنولوجيا الملاحة والهندسة البحرية. أنا كنت سألت حضرتك سؤال سخيف كده وعايز أرجعه تاني وهو التمويل. هل الدول العربية بتضع ميزانيات ولا هي الأكاديمية سيلف فاينانسد تمويل ذاتي من خلال التدريس؟ الأكاديمية الحمد لله تمويل ذاتي ولا تهدف إلى الربح، عشان خاطر كده احنا حتى لما بيكون في فوائد ماليه الحمد لله قادرين على ان احنا نجابه كل التحديات، صحيح تحديات لكن قادرين ان احنا نواجهها ان شاء الله، وفي نفس الوقت بنأهل اولادنا في ارقى الجامعات العالميه، بنجيب ارقى واحدث المحاكيات ارقى واحدث المعامل، فاللي هو يعني جميع العناصر المطلوبه لبناء العنصر البشري اللي قادر فعلا على صناعه المستقبل، مستقبله الشخصي ومستقبل أمته. فالأكاديمية تمويل ذاتي كامل تعتمد على ذاتها تماما، وده شيء يعني احنا بنفتخر بيه ونعتز بيه وحريصين عليه ومكملين فيه ان شاء الله. ربنا يخليك. واحنا مكملين في المقابلة دي اللي هي شيقة جدا، لانه احنا بنتكلم عن حاجة مش معتادة وهي واحدة تقريبا في المنطقة العربية، وبناء عليه هنستأذن الدكتور اسماعيل عبد الغفار ان احنا نكمل المقابلة دي عنده في مكتبه في مقر الأكاديمية في أبو قير. خليكم معنا ما تروحوش بعيد. مشاهدينا الكرام، نواصل هذا اللقاء مع الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. نجدد الترحاب بك يا دكتور. اهلا بيك وسعيد جدا بوجودي مع حضرتك. ربنا يخليك. انا عايز اسالك بوضوح عن
فترة مهمة جدا في حياتك وهي فترة العمل في الكلية الفنية العسكرية. الفترة دي فرقت معك فيه؟ طبعا هي الكلية الفنية العسكرية بالنسبة لي كجزء من منظومة القوات المسلحة المصرية كدي هي فترة البناء بالنسبة لي، الفترة اللي اتشكل فيها الشخصية بتاعت الدكتور إسماعيل عبد الغفار، لأن جايز أنا التحقت بالكلية الفنية العسكرية كطالب في 1973، وكلنا طبعا سنة النصر والفخر بالظبط كده، فكانت سنة حاسمة، سنة احنا عشنا واحنا قبل 73 واحنا طالب بقى في يعني يوم ما خدنا الابتدائية بعدها بيوم بأيام بسيطة حصلت 67 النكسة، فعشنا واحنا أطفال صغيرين فترة صعبة جدا جدا، واحنا في إعدادي واحنا في ثانوي، رغم ان احنا واحنا في ابتدائي كنا بالنسبة لنا الزعيم جمال عبد الناصر كان معيش البلد في روح كلها فخار وكلها اعتزاز، كنا حاسين بمصر، فكون كنا يحصل في 67 هذا الانكسار خلانا فعلا عايشين، احنا كنا صغيرين وشايفين في عيون الكبار هذا الكلام تحدي، فلما وصلنا لخدنا الثانوية العامة والحمد لله كان الواحد متفوق وتجايب مجموع كبير في الثانوية العامة، يعني ما كناش بنجيب 100% زي دلوقتي، بس كانت هناك طبعا الأرقام هناك فرق كبير جدا بين المجاميع والأرقام في الستينات والسبعينات والثمانينات وبين الوضع الحالي، بس الأرقام ساعتها كانت فعلا معبرة قوي، يعني كانت الدرجة بتجيبها درجة يعني، فلما وما كانتش المسألة كده دروس خصوصية ومنافسة لقطع الرقاب علشان الناس تاخد الأماكن في الجامعات وكده، كان متاح الأماكن. صحيح متاح الأماكن وكان تعليم متميز، أنا تعليمي كله في مدارس حكومية، النورش النموذجية الثانوية والنورش النموذجية الإعدادية، يعني أقول تعليم حكومي بس تعليم متميز، والحمد لله لما تفوقنا في الثانوية العامة كان قراري إن أنا مش هروح طب ولا هروح صيدلة، لا أنا رايح الفنية العسكرية الهندسة، كان الفريق سليم رحمة الله عليه مؤسس الكلية الفنية بيقعد معانا كده وإحنا طلبة، أنتوا اللي هتبقوا مخترعين، أنتوا اللي هتعملوا الصواريخ، أنتوا اللي هتبقوا، فخلى فينا حطوا فينا روح إصرار، روح عناد، إن إحنا فعلا البلد دي لازم مش هتقوم غير بولادها وبشبابها. الحمد لله قبل يعني وإحنا داخلين الكلية الفنية العسكرية كانت بتقوم حرب 6 أكتوبر، كان المفروض اتأجل انضمامنا للكلية لغاية انتهاء الحرب يعني او الفترة دي في الحرب، فبالتالي حتى كان الفريق سليم رحمة الله عليه بيسمينا دفعة النصر، يعني مش احنا اللي عملنا النصر انما جايز كان وشنا يعني كويس على بلدنا وعلى قواتنا المسلحة، وده دور لعبته الفنية العسكرية وسلاح المهندسين في القوات المسلحة كان بالغ الأهمية في حرب 73، مهندسين والدفاع الجوي طبعًا. يعني مؤسس طبعًا الدفاع الجوي في مصر رحمة الله عليه الفريق علي فهمي طبعا، يعني قال لو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل في الدفاع الجوي وليه التطور دوت وليه طائرات اسرائيل ما قدرتش تحقق اللي كانت بتحققه وهي كانت الايد الطوله اليد الطوله ليهم، قال لك اسالوا عايزين تعرفوا، يبقى الفنيه العسكريه احد الاسباب الرئيسيه في ذلك، فالدفاع الجوي والمهندسين العسكريين والمركبات والمدرعات لان طبعا هي منظومه، لكن اقصد انه كان في نتيجة السلاح اللي كان موجود والشغل اللي اتعمل عليه للتطوير اللي تمكننا من ان احنا نعدي شوية ونقلل الفارق صحيح. في القدرة العسكرية من ناحية صحيح. العتاد صحيح. مع الإسرائيليين اللي كان معهم أحدث ما يكون وفعلا احنا يعني انا ما حتى كنت اخدت طلبة الأكاديمية ورحنا زرنا المشروع العظيم مشروع ازدواج قناة السويس، وكنا بنعبر قناة السويس ورايحين الناحية التانية عشان نشوف المشروع، فالولاد كانوا بيشوفوا اللي هو ناتج الحفر والجبال الرهيبة فقعدت برضو مع هم دول طلبة بقى في أجيال حديثة فما شافوش الكلام دوت، فكنت بقول لهم لو حبيتوا نتسلق هذا الجبل أو هذا المرتفع من الرمال تعملوا إيه؟ تخيلوا بقى المصريين في 73 وده على حرف القناة، وده الساتر الترابي ده غير النقاط الحصينة غير ما وراها بقى من ايه من كل التسليح المتميز والقوي،
ازاي هذا الجندي المصري وهو صايم والساعة 2 الظهر بيعبر قناة السويس ويتسلق هذا الساتر الترابي ليواجه ما كان يعني يدعى انه لا يقهر، لكن ما فيش حاجة قدام المصريين بفضل سبحانه وتعالى لا تقهر. طيب يعني ده نقول انه الفنية العسكرية شكلت الوجدان، خلت فيه اصرار، لغت كلمة مستحيل في اطار التركيبة طبعا. وفي نفس الوقت فكرة انه انا لا انا المخترع اللي جاي وان انا لازم اقدم حاجات كتير فرقت صحيح. جدا مع الدكتور اسماعيل. صحيح. وانا بقى طبعا يعني الحمد لله كنت برضو في الكلية يعني اتعلمنا كويس قوي، اتعلمنا على ايد كوكبة متميزة من اعضاء التدريس توفر لينا كل الاسباب الاخذ بالعلم، اشراف ومدرسين على ارقى مستوى. جايز اول فتره كان معانا خبراء من التشيك لكن معاهم كوكبه من اعضاء تدريس المتميزين من الفنيه العسكريه ومن الجامعات المصريه. تعلمنا كويس قوي، تخرجنا كمهندسين متميزين فعلا، بنعرف نفكر، نعرف نحل مشكله، نعرف نعمل تصميم. والحمد لله بعد ما اتخرجت برضو اشتغلت في سلاح الحرب الالكترونيه وتوفر لي فرصة ان انا ادرس الماجستير في كلية الهندسة في جامعة القاهرة، اخذت الماجستير، ثم وفرت للقوات المسلحة فرصة الحصول على الدكتوراه من جامعة متميزة في الولايات المتحدة الامريكية، جامعة جورج واشنطن، يعني احتضان كامل. رجعت تاني كعضو هيئة التدريس بقى في الكلية الفنية لغاية ترقيت فيها وعشت حياتي كلها في الكلية الفنية العسكرية، بشارك في بناء اجيال للمستقبل. ببقى سعيد جدا دلوقتي ان انا اشوف اولادي واخواتي الصغيرين اللي انا يعني شاركت في تاهيلهم النهارده بسم الله ما شاء الله في المشروعات القوميه العملاقه اللي احنا بنشوفها في كل مكان بلاقيهم موجودين، ببقى فخور جدا بيهم، ببقى سعيد جدا بيهم، بحس الحمد لله ان احنا قدرنا فعلا يعني نبني هذا الجيل المتميز او نسهم في بناء هذا الجيل المتميز. بالاضافه طبعا يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني اما كنا بنشوف قادتنا في القوات المسلحه في الكليه الفنيه العسكريه كان ازاي المجهود كان بيتضاءل قدامه دايما، اللي الواحد بيحس ان هو بيبذل مجهود كبير لكن لما كان بيقارن لا انا لسه قدامي كتير اعمله. اما بحس البلد دي فضلها قد ايه عليا، بحس ان انا ما زلت لا قدامي كتير اديه لولادي اللي مسؤول عنهم دلوقتي كامانه في الاكاديميه وقبلها وانا مدير الكليه الفنيه العسكريه. كان الواحد فعلا بيحس بمسؤوليه وما زال بيحس بمسؤوليه رهيبه قدام الاجيال وقدام اولياء الامور والاهالي قدام المولى عز وجل طبعا، لان احنا فعلا اللي بيشتغل في التعليم مسؤوليه كبيره جدا، امانه كبيره جدا، يعني انت مؤتمن، فلابد انك ما تشتغلش الوظيفه دي، انك تعيش الوظيفه دي، يعني ان انت لازم يعني لان بناء الجيل ده اخطر شيء. فانت النهارده لازم مش مجرد بتعلم، لا انت بتعلم بتثقف بتديله رعايه طبيه رعايه صحيه بتديله رعايه اجتماعيه، بتبني مستقبل، مستقبل شخص، مستقبل امه. فانت من يعمل في التعليم يعني ده شيء خطير ومهم جدا جدا جدا. ان شاء الله يعني التعليم انا متاكد انه هيكون على راس الاولويات حالما تتوفر ايه الميزانيات اللازمه. وطبعا معروف ان المساله ماشيه بالتدريج ولكن كل شيء في اطاره، يعني في تحديات كبيره منها الانفجار السكاني وما اشبه. لكن انا عايز اتكلم عن الاكاديميه كمؤسسه من مؤسسات جامعه الدول العربيه. يعني كتير من الناس انتقدوا الجامعة العربية فاهمين ان الجامعة العربية دي يعني ايه تحكم الدول العربية وما اشبه، لكن اتذكر قول الامين العام الاسبق عمرو موسى لما اتكلم عن انه الجامعة هي سكرتارية للحكام العرب ولكن عليها يعني عندها جهد تنظيمي وعندها شغل المفروض انها تعمله. والان يعني معالي الامين العام الوزير احمد ابو الغيط يعني برضو قايم بدور مهم وفي وقت صعب جدا الحقيقة في كثير من الأمور، والأكاديمية واحدة من مؤسسات الجامعة العربية. كيف ولدت الفكرة والآن الفروع وليكن فرع اللاذقية كيف يسير؟ طيب حضرتك بالنسبة لجامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية أنا أعتقد أنها بتقوم بدور مهم جدا. جايز مش هو الطموح
بس ده شيء كويس ان احنا دايما نحس ان احنا لسه قدامنا تحديات كتير وكبيرة عشان ننفذها. انما الجامعة يعني في الوقت الصعب قوي اللي بتبقى فيه دايما الأمة العربية، بنلاقي الجامعة كجامعة هي اللي بتقدر تجمع القادة العرب عشان ياخدوا قرارات استراتيجية في وقت حرج جدا. وما ننساش دور الجامعة العربية برضو قبل حتى حرب 73 وأثناء حرب 73 والموقف الموحد اللي تقدر تقف الدول العربية بجوار مصر وسوريا في حربهم في 73. ما يعني في القمة العربية الأخيرة في الأردن، يعني ده برضو إنجاز يحسب لجماعة الدول العربية ونجاحها، التجميعة دي والحضور المتميز دوت. وأكيد مش لازم كل شيء يعلن. أنا أعتقد أن معالي الأمين العام السفير أبو الغيط بيبذل مجهود فوق العادة، دؤوب طول عمره بالظبط. يعني أنا عرفته أيام أن كان وزيرا، والحقيقة أشهد بالله أنه دأب وشغل لا يكل ولا يمل. وأنا بقول لحضرتك أنا بشوف فيه حاجة دائما أنه دائما بص لقدام حتى في قعدته حتى في كلامه. فده يعني فعلا هو عنده رؤية ومصمم على الوصول إليه. فالجامعة بتعمل دور مهم جدا. الجامعة ليها منظمات متخصصة، هي أزرع فنية مختلفة، إحنا واحدة منهم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. البدء كان في 72 احتضنتها مصر هنا في المقر الرئيسي اللي احنا فيه في أبو قير، وبدأت الأكاديمية في مجال النقل البحري اللي احنا كنا بصدده، والأكاديمية فيه بتمثل بيت الخبرة ومركز التميز. لكن الأكاديمية بتقوم بدور كبير جدا في تعليم متميز لأبناء الأمة العربية، وطبعا بالتأكيد الحاضنة مصر، الداعمة مصر اللي هي دايما يعني هي صاحبة الفضل وهي القلب وهي كل شيء يعني متميز. فالأكاديمية العربية النهاردة ما هيش فقط في النقل البحري، الأكاديمية العربية النهاردة أصبح عندها مركز تميز في العديد من التخصصات. حتى لما بنشوف الهندسة في الأكاديمية العربية، الهندسة في الأكاديمية العربية لما تخرج النقل البحري، مستوى التعليم في الهندسة يختلف جدا عن باقي التعليم الهندسي في الكثير من الجامعات. معتمد مش من المجلس الأعلى للجامعات المصري فقط، ليس معتمد فقط من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ودي اعتمادات بجد بتعكس جودة التعليم ورقي تعليم وإمكانيات. ويقول إنه الأمر نفسه موجود في الدول العربية اللي موجود بيها أفرع للأكاديمية. كم فرع يا دكتور؟ أنا هقول لحياتك الفروع، بس أنا برضو قبل ما أوصل الفروع، أنا اعتماد الهندسة مثلا من الإبت، أعلى هيئة اعتماد في أمريكا للبرامج الهندسية. الهندسة المعمارية معتمدة من RIBA في إنجلترا، Royal Institute for British Architects. الإدارة بنلاقي الأكاديمية ممكن الدارس يحصل فيها على شهادة من لندن سكول اوف ايكونومكس اللي هي رقم واحد في الاقتصاد في العالم، ممكن يجي يسجل هنا في الاكاديميه عندنا وياخد شهاده من LSE لندن سكول اوف ايكونومكس. فالتعليم عندنا متميز مختلف. ففعلا الاكاديميه، احنا لو جينا بصينا لمصر كفروع، احنا عندنا هنا المقر الرئيسي في الاسكندريه بنخدم مصر دوله المقر وامتنا العربيه من خلال هنا المقر الرئيسي في ابو قير، في ميامي، في القاهرة بنروح على الشيراتون خلف شيراتون في منطقة شيراتون المطار مصر الجديدة، في الدقي في القرية الذكية بنلاقي صرح يعني حياتك نفسي حياتك برضو يعني تزوره، في أسوان في جنوب الوادي في أقصى صعيد مصر، تعليم متميز وبمسؤولية مجتمعية، فرع راقي لا يقل أبدا في تجهيزه، بالعكس في حدثته يزيد وفي تجهيزه يزيد عما هو موجود هنا، وبمصروفات دراسية 50% مما هو معمول به في القاهرة والأسكندرية. ده عشان دي المسؤولية المجتمعية، مسؤولية المجتمعية عشان نقدر، لأن احنا فعلا بنحس بدين كبير ومسؤولية كبيرة نحو صعيد مصر ونحو أبنائنا في الجنوب. برضو الفرع في شمال قناة السويس في بورسعيد في اللوجستيات، متخصص بقى في اللوجستيات عشان نخدم المنطقة اللوجستية والمناطق اللي احنا يعني بنأمل انها نشوفها ان شاء الله
قريبا على ضفاف قناة السويس إن شاء الله. بنلاقي فيه فرع هي في إطار خطة تنمية محور قناة السويس اللي هو مشروع قومي احنا كلنا ماشيين وراه. بالضبط تواجدنا هناك عشان هذا المشروع في اللاذقية في سوريا، والحمد لله ان احنا برضو رغم كل التحديات اللي موجودة في سوريا، ورغم لو حياتك تعلم ان عدد الطلبة اللي تقدموا للثانوية العامة او بيتقدموا للثانوية العامة في على مستوى سوريا فعلا انخفض ل50%. الطلبة ما بتقديش الامتحانات، يا اما مش موجودة في سوريا اساسا، يا اما ظروف الحرب منعهم ان هم يدخلوا الامتحانات. ففي تحدي كبير جدا بالنسبه لتواجدنا في سوريا، بس اصرينا وبموافقه الامانه العامه لجامعه الدول العربيه ان احنا نستمر في اداء مهمتنا في سوريا لابناء امتنا العربيه برضو. يعني يا دكتور التحدي صعب جدا في اللاذقيه، يعني انا زرت اللاذقيه في سنه 2015 في اغسطس، ورغم انها مش من المناطق المعرضه لكم الدمار والحرب، لكن الحقيقه شفت بشاعات مرتكبة وتفجيرات وغيره، والحقيقة المستشفى اللي جنب فرع الأكاديمية مباشرة، يعني مستشفى وبيستهدف. فأنتوا بتشتغلوا إزاي في فرع اللاذقية رغم التحديات الرهيبة دي؟ هو برضو تاني حياتك أنت بدأت يعني في الجزء ده من الحوار أن حياتك إحنا بدأنا بالكلية الفنية العسكرية بالمنظومة العسكرية. زي بقول لحياتك دايما إحنا ده قرار إحنا واخدين على أن إحنا نقدر نواجه التحديات، لازم نعيش التحدي، لازم نعيش. ما اصل الانسحاب من اللحظه دي من اللاذقيه هيبقى فعلا هنحس فعلا بتأنيب ضمير طول عمرنا، ان احنا جينا في اللحظه اللي المفروض نقف فيها جنب ولادنا في سوريا ونعلمهم، لان ده هينتهي في لحظه، هينتهي ان شاء الله. فلابد ان احنا يعني لما ينتهي يكون في ابناء سوريا جاهزين للبناء وجاهزين ان هم يعيدوا تاني سوريا. سوريا دي يعني كلنا نفتكر سوريا دي قبل هذه الحرب كانت قد ايه سوريا جميله، كانت قد ايه سوريا بلد فعلا يعني عربي متميز. فاحنا لازم نستمر ومستمرين رغم كل التحديات. الحمد لله الساده اعضاء التدريس موجودين هناك، السيد مدير الفرع موجود هناك، موجودين بنأدي وبنأدي بشكل محترم. وحتى المسابقات اللي هي برضو في الروبوتكس والمسابقات اللي هي في البرمجة ولادنا هناك في فرع اللاذقية بيشاركوا، وجم هنا زاروا المقر الرئيسي السنة اللي فاتت وشاركوا في 2015 لما الوقت الحالي صعب تتكلم عنه، لما حصلت حادثة الطيارة الروسية في شرم الشيخ جبنا طلبة اللاذقية من ضمن 300 شاب عربي، عملنا مسابقة في البرمجة في شرم الشيخ بحضور السيد المحافظ اللواء خالد فودة، وعملنا المسابقة دي هناك في قلب شرم الشيخ عشان نؤكد الوجود العربي من خلال الأكاديمية العربية في شرم الشيخ في هذه اللحظة. فيعني قصدي أقول إن احنا مستمرين فعلا في اللاذقية. بجانب اللاذقية برضو احنا عندنا أكاديمية دراسات الموانئ في الدمام في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بس احنا شغالين هناك في الفوكيشنال تريننج في التدريب المهني في مجال الموانئ والمجال البحري، وبنقدم بعض الدبلومات التعليم الفني، لان احنا برضو على فكرة بندعم التعليم الفني جدا في الأكاديمية العربية، وعندنا معهد دراسات تقنية هنا في المقر الرئيسي، ودايما بنحاول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نقول ان احنا في احوج ما نكون للتعليم الفني في الوقت الحالي. وعلى فكرة اسم كل الكليات وكل الكيانات في الأكاديمية ارتبط فيها الاسم الهندسة بالتكنولوجيا، الإدارة بالتكنولوجيا، لأن فعلا لابد ان احنا فعلا نقوي شوية الهندس اون، ونخلي فعلا المهندس او إدارة الأعمال مش في معزل عن التطبيق والواقع. عندنا بورسودان مركز إقليمي للاستشارات والتدريب. انا عايز بس اقول لحضرتك حاجة، المناخ في الأكاديمية العربية مناخ بيساعد على الإبداع. هنا حضرتك لما بندخل من بوابة الفرع الرئيسي في الأكاديمية بنلاقي نفسنا قدام كامبس متميز، جرين كلين، أخضر ونظيف، أخضر ونظيف. بنلاقي فيه خدمة السكن للطلاب، خدمة النقل للطلاب، بنلاقي الخدمة الطبية، بنلاقي الخدمة الأنشطة الرياضية،
بنلاقي ان احنا خدمة الانترنت والواي فاي مع الطالب في المحاضرة، مع الطالب في الباص في الاوتوبيس بتاعه، مع الطالب في كل مكان، بنلاقي الطالب لو هو عنده تميز في تالنت، تميز في مجال معين، في مركز ريادة الاعمال، في احتضان للمواهب للقدرات، الرياضي البارع او المتميز هنبص نلاقيه بنحط له جدول دراسي يمكنه، ما يخلوش يفتقد اي شيء من المادة العلمية، ويقدم امتحاناته بشكل احترافي، وفي نفس الوقت برضه يكمل الهواية ونساعده على الاحتراف. هنلاقي ابطال العالم، نور الشربيني بطل العالم في الاسكواش موجودة في الاكاديمية، هنلاقي علاء ابو القاسم اللي فاز بالفضية لندن 2012 من الاكاديمية، هنلاقي هشام مصباح معيد دلوقتي وبيدرس الدكتوراه، هنلاقي آية مدني عضو اللجنة الاولمبية الدولية، هنلاقيها في الاكاديمية مدرس مساعد، مدرس مساعد ومسجلة الدكتوراه وبتسجل الدكتوراه وهكذا. فالاكاديمية مناخ متكامل، جو متكامل، حياة متكاملة، ما هواش مجرد مكان بيجي فيه الطالب يقضي ساعتين ثلاثة يحضر محاضرات ويروح، لا، عضو هيئة التدريس، احنا بنبني المستقبل. فعندنا حوالي 80 عضو هيئة تدريس من الأكاديمية حاليا بيدرسوا الدكتوراه على حساب الأكاديمية في أرقى جامعات العالم، موجودين في إنجلترا، موجودين في كندا، موجودين في أمريكا، موجودين في فرنسا، موجودين في الصين، في كل، بحيث يبقى في تنوع في المدارس، في عشان ما يبقاش يعني بصمة واحدة، لا، تنوع في المدارس، تكامل في الأفكار. فتعليم دولي، بتلاقي الطالب هنا ممكن يسجل ياخد شهادة معتمدة من مجلس أعلى الجامعات المصري في مصر، وشهادة دولية من أرقى الجامعات الدولية. فإحنا في الأكاديمية بنحاول بعد ده كله بقى عندك الكنز، المعلومة والمعرفة والخبرات اللي ممكن تحقق بقى المهمة الرئيسية بتاعتك اللي هي بيت الخبرة العربي، إن إحنا ندعم جامعة الدول العربية في رسالتها. إحنا هنا نعتبر المكتب الفني لوزراء النقل العرب، اجتماعاتهم سنويا تعقد في اكتوبر في الاكاديمية. لو بصينا على الاجتماعات هنلاقي كل الجدول الاعمال معظمها مقدمة من الاكاديمية العربية في مجال النقل بشكل عام، النقل البحري بشكل خاص، في اللوجستيات، مناطق الحرة، التكامل التجاري بين الدول، الاقتصادي بين الدول العربية. ده تعدى كده كمان، احنا لو شفنا القمة العربية أمريكا الجنوبية اللي كانت في الرياض، هنلاقي لما القادة اجتمعوا هناك، وكان بتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما اجتمعوا هناك الأكاديمية كانت مقدمة مشروعين اتنين قدام القادة العرب أمريكا الجنوبية، وتم إقرارهم إن هم إنشاء شركة لوجستيات مبردة وشركة نقل بحري، وكانت الفكرة سابقة وإن شاء الله تشوف النور قريب، لأن احنا الجامعة متبنية هذا الموضوع، مش شركة نقل بحري بامتلاك سفن بحرية وتكلفة الخزانة أموال باهظة، لا، بنفس النظام اللي احنا شفناه النهاردة، يعني اسمح لي أقول اللي هو نظام الأوبر اللي هو اللي شفناه دلوقتي بقى موجود وبقى واقع، احنا قلناه من كام سنة في البحر، في النقل البحري. فالأكاديمية بيت خبرة عربي متميز في التعليم، في التدريب، في البحوث، في الاستشارات. طب دخلتوا ليه بقى في الإنسانيات؟ يعني كويس، لانه الحقيقه دي امور مفتقده، تمام، وكويس جدا ان احنا بنرفع كفاءه الشباب العرب في هذه المناطق، تمام، ودي مناطق احنا شايفين يعني كمان الاتجاه زي ما حضرتك قلت مشكورا، التكنولوجيا هي جزء اساسي فيها، حتى هناك توجه الان لانشاء اشياء على غرار الام اي تي او ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي اللي هو المعاهد التكنولوجية المتخصصه، لانه هذا ما يحتاجه العصر وهذه لغته. تمام. فليه بقى ذهبنا للانسانيات وللادب وللاعلام وللامور الاخرى؟ انا اقول لحضرتك احنا النهارده لو جينا شفنا النقل البحري، النقل البحري السفينه النهارده بقت مدينه كامله متكامله، فكان لازم مش ملاحه بحريه، لازم يكون فيه هندسة بحرية، فلازم هندسة، تكامل علوم الهندسة، طاقة، السفينة النهاردة محتاجة انرجي، محتاجة طاقة، السفينة النهاردة محتاجة بيئة، محتاجة مناخ، محتاجة تخلص من الملوثات،
وده مجالات على فكره اهتمامات المنظمه البحريه الدوليه، مش ما محتاج الاسطول البحري محتاج اداره، عشان كده كانت الاكاديميه داخله في الاداره في المانجمنت، محتاجين التكنولوجي الحاسبات اللي هي التكنولوجي المتطور، كان عشان كده كانت الحاسبات. النهارده بدون الانسانيات ده يعني ده هو ده بناء الايه الانسان يعني الوجدان الوجدان. فعشان كده كان الاكاديميه كان ليها برضو الرؤيه انها طب الفارماسي، طب العلوم الصحيه، طب ما هو ده كله متكامل، ما فيش احنا بنبص على تكامل المنظومه. طب احنا النهارده القانون، طب مين متخصص النهارده في القانون البحري؟ مين بيدرس قانون بحري؟ هل الجامعات النهارده اللي بتدرس قانون، انا بحب اقول قانون ما بحبش اقول حقوق، القانون النهارده مين بيدرس القانون البحري؟ مين بيدرس القانون التجاري؟ احنا دخلنا القانون السنه دي كليه قانون ان شاء الله، ليه؟ عشان برضو نتخصص في ونتميز وننفرد فيما تخصصت فيه الاكاديميه منذ امد بعيد. فعشان كده هي دي الاكاديميه، دايما الاكاديميه باصه مش لسنه قدام ولا لسنتين قدام، لا احنا باصين لقدام بكتير ان شاء الله. دكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اشكرك شكرا جزيلا على اتاحه هذا الوقت لنا اليوم. انا اللي متشكر جدا لحياتك، ويعني احنا مقدرين جدا يعني الاعلام المتميز اللي هو فعلا يعني حريص على ان هو يعني يغطي فعلا ما يعني ما يجب ان يرى الانسان والمواطن المصري، ما يبعث على التفاؤل، ما يعني وحياتك ان شاء الله في خلال زيارتك الاكاديميه هتشوف شباب متميز، هتشوف نماذج رائعه من رواد الاعمال، وهتشوف احتضان الاكاديميه لافكار متميزه في الفتره الحاليه عشان خاطر نطلع جيل مش بيبحث عن فرصه عمل، لا معاه فرصه العمل وبيوظف معاه اخرين ان شاء الله. انا بشكر حياتك وبتشرف بوجودكم معايا، وشكرا جزيلا لهذه الرؤيه وهذه الرساله المتميزه، وتاني بشكركم وسعيد جدا بوجودكم معانا وبتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعه، الى اللقاء.